لو طبقنا اليوم كل حاجه عايز يشتغل ايه دي؟ هو فعليا هو مجهود عايز يتعمل. احنا بنتقسم لايه؟ هو بقسمهم ثلاث جروب. This will think they are doing it. في ناس فاكر ما بتعمل وفي ناس فعليا بتعمل وفي ناس هم مش عايزين اصلا يعرفوا ليه ما بتعمل في حاجه. صح؟ وانا شايف واحده في الرابعه الناس عايزه تتعلم ايه؟ اللوحه. هل بقى ندخل بعد كده ده ولا ده؟ الله اعلم. يعني في ناس تبقى هتبقى متعلمه دي لك مش هتطبق. تمام؟ يبقى هو فعليا ما اقولش ان انا اوريدي بعمله مش عايز اتعلم ليه؟ لا انا محتاج فعلا اتعلم ليه؟ محتاج نطبق ليه في شكل جماعي. في ناس بتقول ان الليد ده مش بتاعنا وجع دماغ ده للنخبه اشغال تجيبها تصرف عليه عشان تعمل شو ماشي ما حتى ماليش دخل. لوسيل تقول انا هعمله في مشروع ينجح ما ينجحش ملناش دعوه. هو مش كده فعلا. هو فعليا يفيدنا كتير لو ما طبقناش ليه. يفيدنا التكلفه تقل، يفيدنا الوقت يبقى افضل، يفوتنا ان احنا نربح نقدم فاليو عالي. تمام؟ المثل نمبر 4 ان هو انا بعمله لوحدي. عشان ينجح الليل بجد لازم محتاج نجاح مشاركه على الاقل او سبورت. جايز مش هيبدأ من أول يوم بس فرصة جاية في قطر فعليا. خمس مشاريع اللي نزلوا شغال ضغطة إنها تطبق اللي بشكل أو بآخر. اللي ميزة على فكرة ميزة مهمة إن إحنا هل نقدر نستفيد منها ولا لا؟ الله أعلم المشاركة هتبقى إزاي أو الشركات. هم خمس شركات اللي خدوا الخمس مشاريع دول بس كلهم من فاستراكشر طبعا. لكن مطلوب إنهم يتعاملوا وبالتالي هيجتمعوا هيعملوا شغل. في حاجات كان في اصلا ورك شوب من شهر تقريبا عملته اشغال والجامعه ولسان مع بعض. حضرنا تقريبا 110 او 120 واحد عملناه في الدوله. هو كان المقصود ان هو يعمل بريدجنج ذا جاب بتوين اكاديميك اند construction industry itself. طبعا هم شرحوا في كل حاجه عملوها كل جهه لكن ما اظنش ان قدروا يناقشوا ازاي نقلل الفجوه ما بين الاكاديميك وما بين التصنيع نفسه. فهو محتاج منهم يعملوا حاجات زياده. محتاج ان يبقى في الشركات نفسها تبقى ويلنج انها تعمله. مش عارف الفترة الحالية في السوق ده فترة السوق ده هل سهل تطبيقه ولا لا؟ هنشوف. في حاجة تانية اللي هو الميز نمبر 5 سبروجكت. إن في ناس نجيبهم كده خلاص عند المشروع ده مطلوب أنا هعمله. عملنا المشروع خلاص بلا وجع دماغ بعدين. هو ثقافة نفسه كالتشر لازم تتغير معانا. لو احنا ويلنج ان احنا نغير. واظن يعني كنت دايما بتكلم انا مع ناس ان هو من لم يكن في ازدياد فهو في المستقبل. لو مش هنتطور من بوزيتيف هنتطور نيجاتيف. لو مش هنتقدم بالظبط كده. في واحد صديق فعلا رد عليا نفس الرد.